ايوه فواكه. حصل تمام. وهتروح امتى؟ في الميعاد بالظبط. اوعي تكسفينا يا فواكه. اوعي تبين يا فرحه لحد ما ايامك تعدي على خير. هقعد 7 أشهر متدريه من الناس؟ قلت لك الحاجات دي عاوزه الستر، مش عاوز حد يعرف غير انا وامك وبس، مفهوم؟ طب ومهران؟ ما هو معانا وشايفني. مهران جدع وانا حوصيه. مهران يا مهران تعال، عاوز اوصيك على حاجه. خير يا جد؟ فرحه مرت جدك حبله، وانا ما قلتش السر ده لحد غيرك. حبله يعني اتخلف منك؟ ايوه، ومش عاوز حد يعرف غير انا وانت وبس. حاضر يا جدي. وهتخلف لك عيل صغير. ايوه يا مهران، وهيبقى خالك. خالي واصغر منك ايه؟ ايه خالك واصغر منك، خالك واخوك الصغير. واقول له يا خال؟ طبعا اقول له يا خال. لا انا مش عاوزه، مش عاوزه. بعد الشر. المهم اتفقنا ما تقولش لحد. مش هقول، بس برضه مش هقول له يا خال. انا هقول له يا خال. الراجل عايز ينجح اخوه باي شكل. وانت عاوز ولد عمك يسقط ليه يا ابوي؟ مش حكايه يسقط، لا يهدوا شويه. الدنيا مش مكسب وبس، خساره برضه. مكسب ايه؟ حرام عليك، الراجل طالع من المستشفى وياما شاف وبرضه باصص له ليه؟ يعني عايزاه ريس علينا من ناحيه واخوه من الناحيه التانيه ليه؟ ما انت لو خايل فيها ما كانش حد وقف جبالك. بس الدور ده فلتت منك يا محمد، فؤاد بيه تقيل وقديم وفلوسه ملهاش اخر. الرصاصه اللي جت في صدري ما حسيتش بيها، شكه صغيره قوي، ورحت دقيقة فكت، لقيت نفسي راكد وكأني ما عشتش ولا دقيقة من عمري كله. لا تجوزت ولا خلفت ولا عملت فلوس، كل ده ما حصلش. اسم الله عليك. 3 سنتي بين الرصاصة والقلب، كأني عمري اللي عشته كله أقل من 3 سنتي دول. هتعيش وتملى الدنيا خير. ما خدتش نفس يا فرح، الدنيا هتاخد الواحد في رجليها لحد ما ينسى يعيش. يفضل يجري 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 لحد ما يوقع على الأرض، يبص وراه يلاقيه كان عايجري وهو واقف مطرحه، يبص قدامه يلاقي براح مش هيقدر يجري وهو واقف مطرح. لا تقدم خطوة ولا رجع خطوة. أنا غيرك، أنا كل اللي عوزته من الدنيا هيتحقق أول ما أبص في عينيك. لا يهمني اللي وراي ولا اللي قدامي، لو بعدت عنك أموت ولو جربت منك عايش. الظاهر الحكاية كده. حكاية ايه؟ الدنيا يا فرحة ما فيهاش غير القلب اللي يحبك وبس، والباقي أوهام. دول ناس أهل قرى يا جماعة، هيكسب ازاي؟ وبعدين ابو جلابيه دي هيكسبني؟ ومالها الجلاليب يا فؤاد بيه؟ احسن ناس هيلبسوها سياد البلد. لا مش قصدي، انتوا احسن ناس بس دول ناس تانيه. انتوا عارفين اخوه ده كان شغال ايه في مصر؟ كان بتاع حشيش. خبر ايه يا فؤاد بيه؟ هو الحاج محمد مش نسيبكم وولدك واخد بنته؟
أيوه. أمال اللي بينا كلنا وإحنا عمد بلدنا وعارفين الراجل كويس من زمان، وهتقول عليك ده ليه؟ لا، هو بذاته راجل كويس، بس أخوه محدش يعرفه. وبعدين اللي عنده وقت وعجبته بنت أبوه هيقول له لا. طلباتك يا فؤاد بيه. كل اللي عنده عيل وعاوز يبقى ظابط أو أي حد عاوز تصريح بأي حاجة هعمله له، بس هاخد بلادكم ليا زي كل سنة. أهو يا أبوي. إيه ده؟ ده سي دي. سي دي يعني إيه؟ زي شريط الفيديو يعني. يا ولد قلت لك عاوز صور، صور الناس تشوفها. يا ابوي هقول لك سي دي يعني صوت وصوره وفضيحه بجلاجل يا حاج. جوه دي عملتها كيف؟ ولدك حماد عفريت. تشتغل على التلفزيون؟ لا، على الكمبيوتر. يتعمل منها نسخ؟ زي ما انت عايز. تحب اجيب لك جهاز كمبيوتر دلوقتي وافرجك عليها كمان؟ استغفر الله يا ولدي، عيب عيب. انا ما اتفرجش على اسرار حد، انا عايزها يعني عشان مصلحة. اسمها ايه؟ سي دي. سي دي. سي دي. اوعى يكون معاك نسخ تانية منها. لا، برضو ده اسمه كلام يا حج. اللي عايز اعرفه عملتها كده. ولدك يا حج اهم حاجة المواعيد، فواكه تروح ميته وهو يقابلها ميته والكاميرا تسجل ميته. التزام بالمواعيد يا حج. جدع يا عمان، اهم التزام عندي انك ما تروحش عندها تاني، مفهوم؟ فاهم يا حج طبعا فاهم. غور سي دي. سي دي. هتعمل ايه؟ هنام. عندك مانع؟ ايوه، وياك تنام جاري. اشمعنى؟ كده مزاجي كده. وانا مش تبع مزاجك، وهنام في المكان اللي انا عاوزه. خليك، هاخد ولدي واروح انام في اوضه تانية. في ايه؟ مش طايقاك يا اخي، في الحاجه دي؟ احسن برضه. حماد. نعم. تروح لأختك نوارة كأنك في زيارة، تاخد لها لحمة وتديها فلوس. حاضر أبو. وتديها البتاعة دي اللي قلت لي اسمها ايه؟ سي دي. تديها لها وتقول لها تديها لحماها، وبعد ما تنزل من عندها ترن علي، فاهم؟ فاهم يا حاج. يلا.